سننتظر هذا الكلام وتنفيذه من المهندس مغربي ومن محافظ الجيزة الهمام. النهاردة قررت هيئة مكتب أمانة الحزب الوطني الديمقراطي في اجتماعها اليوم الموافقة على توجيه أمانة القيم والشؤون القانونية بالحزب، والتي أوصت بفصل عضو الحزب النائب ياسر صلاح المعروف إعلاميا بنائب الأمار من عضوية الحزب. فاكرين حضراتكم موضوع نائب الأمار؟ هذا النائب الأستاذ ياسر صلاح اللي اتهم بتزوير باسبور مش عشان يسافر، عشان يعرف يخش بيه صالة أمار أو كازينو ويلعب أمار. ثم بعد شهور ليست بالكثيرة تم ضبط النائب ياسر صلاح في مطار القاهرة وبحوزته 550 جهاز محمول، تليفون محمول موبايل بيحاول تهريبه عشان ما يدفعش جمرك. وحاول التصالح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، رفض التصالح وقرر السير في الدعوة القضائية. وقريت النهاردة خبر غريب ان النائب بيقاضي الدكتور يوسف بطرس غالي ومجموعة من الوزراء عشان رفضوا التصالح، وكأن هم اللي غلطانين ان هم رفضوا التصالح، لكن مش هو الغلطان ان هو كان عايز يهرب. المهم مش دي قضيتنا، المهم ان الحزب الوطني الديمقراطي قرر النهاردة بقى فصله من عضوية الحزب الوطني الديمقراطي، وحسنا فعل حقيقة، لان الحزب الوطني الديمقراطي عليه ان ينقي الشخوص والكوادر اللي موجودة فيه، لان كل اساءة وكل فساد ينسب الى شخص ينتمي للحزب الوطني هو اساءة وفساد تلصق بالحزب. فيجب على كل حزب مش بس الوطني ان ينقي نفسه علشان يبقى فيه مصداقية وثقة عند الجماهير، مش كان لازم يستنى كل ده عشان يفصل العضو. يعني التصالح، لا مش المصالحة اللي انتم بتكلموا عنها، ده مصالحة جديدة. الكابتن إبراهيم حسن المنسق العام لفريق الكرة بنادي الزمالك تصالح النهاردة مع الكابتن محمد إبراهيم المدرب العام لفريق اتحاد الشرطة. حضر جلسة المصالحة المستشار أحمد جلال إبراهيم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اللي هو علاء مقلد مدير عام نادي الزمالك، واللاعب علاء علي الزملكاوي، ومن نادي اتحاد الشرطة بعض القيادات الأمنية واللواء محمود شرف الدين وطلعت يوسف، كابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق، ومحمد طبعا إبراهيم اللي هو كان في مشكلة مع كابتن إبراهيم حسن. أكد أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على أن قيادات الشرطة كانت عند حسن الظن، وأن ما بدر من إبراهيم حسن تجاه الجهاز الفني لاتحاد الشرطة وتجاه الكابتن محمد إبراهيم كان تصرف انفعالي نظرا لفقدان فريقه فرصة المنافسة على الدوري، لكن كل قيادات الزمالك ومنهم إبراهيم حسن بيكنوا كل الاحترام للكابتن محمد إبراهيم ولكل يعني قيادات الشرطة والداخلية ونادي اتحاد الشرطة. طبعا لازم تتصالح مع الداخلية يا كابتن إبراهيم، انت بتهزر. آخر خبر علشان بعد الفاصل، معلش هنعمل تبديل، الفقرة اللي جاية مش هتبقى فقرة المرور، هنخليها الفقرة الثانية ونستبقها بالفقرة الأولى اللي هتبقى بعد التقرير اللي هقدمه لحضراتكم مباشرة وبعد الفاصل، حوار الاشتباكي مع الأستاذ جمال البنا المفكر الديني والإسلامي الكبير. فرقة واما عادت من جديد، انتوا عارفين فرقة واما كانت من أنجح الفرق الجماعية اللي ظهرت منذ سنوات وحققت نجاح كبير جدا على الساحة الغنائية، وعادت لنا نجاح الفرق الجماعية المصرية زي فرقة المصريين وفرقة حنين وباقي الفرق والفور ام اللي أنشأ عزة أبو عوف، لكن اندثرت هذه الفرق. فرقة واما ادتنا الأمل، ثم ملابثة قال انفرد كل واحد منهم بنفسه، قال أنا عايز أبقى نجم لوحدي، لكن من الواضح أنهم عادوا من جديد إلى بعضهم، بقالنا كتير ما شفناش بعض. ده الكلام على لسان واما، تقريره ومن بعده فاصل، ومن بعده جمال البنا في مصر النهاردة. معنى ان كل واحد عمل لوحده انفصلنا، مع في ناس بتبقى بتمثل على طول مع بعض دوتوهات وكده، وكل واحد بيعمل عمل لوحده بينجح ويرجعوا يشتغلوا تاني، ما كانش فيه انفصال خالص. بس ان شاء الله باذن الله الالبوم يبقى فيه تجديد في المزيكا وفي تطور، وباذن الله يعجب الناس يا رب. في اشكال جديده للتوزيع، عاملين مزيكا جديده يعني مختلفه تماما عن واما، مختلفه عن حاجات كتيره موجوده في السوق، يعني اخترنا اشكال جديده يعني، وفي ناس جديده، وفي احنا طبعا نفسنا بنعمل البومنا بنفسنا، احنا مع بعض ان شاء الله باذن الله. واحنا ماضيين 3 البومات في 4 سنين ونص، يعني المفروض في البوم كل سنه ونص، وان شاء الله يا رب نقدر نعمل ده وننجز يعني في الموضوع ده. احنا طبعا مبسوطين جدا ان احنا راجعين مع بعض، احنا يعني زي ما هم قالوا مفيش توقف،
بس هو رجوع ان شاء الله بالنسبه للالبوم علشان نزود الريبرتوار بتاع واما، عايزين نرجع بشكل حفلات جديد وكده يعني. وبكي